بدأنا في طنجرة رفعناها على نار، أضفنا ملعقة وملعقتين من السمنة، شوحنا البصل مع الثوم، ثم أضفنا مجموعة البهارات وشوية من السكر، بعدين أضفنا رب البندورة طبخناه لدقائق مع البصل والزيت، ومن ثم بعديها أضفنا مرقة اللحم مع اللحم المسلوق، وأضفنا عليها البندورة الطبيعية حوالي بندورتين مطبوخات مع بعض، وآخر شيء أضفنا مرق الدجاج وطبخناها لمدة تقريبا 45 دقيقة وقدمناها مع رز وصحتين وعافية. بدنا كيلو لحم مقطع، بدنا 2 كيس بازيل وجزر أكيد من إمبورغ، بصل مفرومة ثوم مفروم، زيت، بدنا من الضياء الهيل الناعم، من بهارات مشكلة، كركم، بودرة مرق الدجاج، رب البندورة، سكر، ملح وفلفل، وهذه هي الوصفة أو الرسبي الأولى لنا. أضفنا السمن وعلى طول رح نبدأ نشوح البصلات مع الثومات. عبيه ما تشوح عندي النار هون، أنا سالق لحم، سالق لحم حطيت له شوية هيل من الضياء وإشي مرتب، هون أضفنا شوية سمنة، شوحنا البصلات. طيب بعد ما ضفنا البصل الآن بدنا نضيف الثومات، راح أضيف شوية من السمنة، شوية صغيرة هون سمنة البلقاء الطيبة والفخمة. الآن بدي أضيف مجموعة من البهارات والمطيبات، أهم بهار بهاي اليخنة الهيل، شوفوا لي هالهيلات مرتبهم من الضياء، أضفنا الهيل، أضفنا البهار المشكل، وكمان شوية من الكركم، هذول أساسيات في يخنة البازيلا والجزر من إمبورغ. والآن رايح أضيف رب البندورة حتى أشيل لحموضة تبعتها يا أبو طه. بنطبخ مع البصل بعد ما ينحاس مع الثوم البهارات والمطيبات زي ما انتم شايفين حتى تروح هالحموضة. في هاي المرحلة هون بدي أضيف ربع ملعقة من السكر حتى أكسر حموضة رب البندورة. يا سلام، هاي الكمية، ربع ملعقة صغيرة من السكر راح تعطيكم فرق شاسع في هاي الطبخة. في عندي شوية بطاطا هون، بدي أضيف البطاطا مقطعة مكعبات، بنضيف شوية بندورة مطحونة مفرومة، ماشي، بنضيف بودرة مرق الدجاج، والآن رايح أضيف اللحمة مع المي، اللي هي لحمة، اللحمة مع المي يا أبو عمر، مسلوقة طبعا. أوكي بسم الله، يعني هتستخدم ميتها طبعا. هون بدي أطبخها الآن مع الخضار أقل شيء نصف ساعة حتى تستوي الخضار ويستوي عندي البطاطا مع بعضها إن شاء الله. نتركها على نار على جنب ومنخليها تستوي، ورحين نقدمها مع جاط من الرز بالشعيرية، هاي موجود عندكم غاد. طبقنا الأول على النار، رحين نسيبه يتطبخ ويصير إشي إن شاء الله مرتب. يخني بيتوتية 100% شو شايفين؟ تمام، كثافتها كويسة. أضفنا ربع ملعقة من السكر حتى نشيل حموضة البندورة القوية واللي بتغير النكهة. عاملين جنبها رز أكيد، رز مع الشعيرية